معانا مداخلة مهمة، معانا المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد واللي موجود حاليا بيأزر منتخب مصر في الجابون. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بيكم، مبروك علينا كلنا، مبروك على مصر كلها. مبروك التأهل للمباراة، مباراة قبل النهائي. طبعا انا مش عايز اقول لحضرتك ان مصر بالكامل بتنتظر ان شاء الله التتويج باللقب. تحب تقول ايه النهارده بعد المكسب يا باشمهندس؟ والله انا نفس الكلمة اللي حضرتك لسه قايلها حالا، انا دلوقتي في وسط اللبس بتاع اللعيبة وقلت لهم ان مصر كلها مستنياكوا بدون مبالغه. فعلا كل الناس بتسال، كل الناس عايزه تطمن، بس كل اللي فات قوم، واللي جاي بقى ابتداء من بكره هو الاهم. طب ربنا يسهل ان شاء الله، هنعرف احنا هنقابل مين بعد الماتش اللي جاي ده. طب باشمهندس، يعني اكتر حاجه تتمناها من اللاعبين بكره، يمكن الاداء الدفاعي لما بيتطور وبيلعبوا برجوله بيكون شكل المنتخب حاجه تانية. يعني اكتر حاجه حضرتك بتطالب بيها المنتخب بكره قبل المباراه بليله ان شاء الله ايه؟ سر الهاندبول الدفاع القوي والفاست بريك. لو دفع صعب قوي جري فاست بريك والاجوان شالت معانا شويه، ان شاء الله يتحقق اللي احنا عايزينه ان شاء الله. طب باشمهندس، المباراه من اولها، ما نستناش لغايه اللحظات الاخيره. طب باشمهندس قول لي، يعني منتخب مصر يعني ما شاء الله تاتش وود، يعني ماشي كويس، شكله كويس، كلمني عن منتخب مصر في كره اليد، اسم كبير افريقيا. كل فرق افريقيا بتعمل الف حساب لمصر. مصر ليها تاريخ كبير في كره اليد، وان كان المنافسه دايما بتبقى شرسه مع شمال افريقيا، بس النهارده حصلت مفاجأة برضو بخروج الجزائر وتكون أنجولا. هو الموضوع ده اتكرر لثاني مرة، فأصبح الشمال دلوقتي في صف ما بين مصر وتونس دايما في جميع النهائيات، وإن كان في نجم جديد ظاهر دلوقتي اسمه الجابون، أعتقد إنه هيخش في المنافسة بوجود أنجولا اللي يعني كل شوية عم يدعم شوية شوية بمستواه، لكن في الاخر مصر ان شاء الله هي في النهايه. طب باشمهندس، احنا ان شاء الله، طبعا باشمهندس احنا سامعين انباء ان شاء الله عن توجه المهندس خالد عبد العزيز لحضور المباراه غدا، او يمكن على الاكثر مباراه النهائي، الكلام ده صحيح؟ والله احنا متوقعين ان هو يشرفنا. متوقعين ولا عارف يا باشمهندس؟ يعني برضو عايزين نقول يعني ايه، حاجه حصري لقناه الاهلي. لا متوقعين. طيب خلاص، يعني الدقة في الكلام، بس هو إن شاء الله يعني وعد بإذن الله، أنا عارف قبل السفر إنه أكيد في حالة وصولنا للمباراة النهائية إن شاء الله هيكون متواجد معاكم. إن شاء الله، الله المستعان. طيب، وعرفنا طبعًا دكتور حسن مصطفى احتمال كبير برضه يتوجه لحضور برضه المباراة قبل النهائية والنهائية، الكلام ده صح برضه يا باشمهندس ولا لأ؟ دي معلومة أكيدة. دي معلومة أكيدة. طيب، اكيد اكيد وقود رئيس الاتحاد الدولي وطبعا قامه كبيره زي الدكتور حسن مصطفى اكيد بيدي للبطوله شكل تاني خالص. اكيد تواجد الدكتور حسن في اي مكان في كره يد بيضفي على الحدث اجواء قويه جدا، ويكفي ان هو يعني هيسيب بطوله اوروبا، هو حضرها طبعا الجزء الاولاني منها، وهيجي يحضر نهائيات افريقيا ان شاء الله. طب باشمهندس، يعني حضرتك اجتمعت مع اللاعبين خلال الفتره اللي فاتت ولا بس يعني في غرفه اللبس؟ هل بتتكلم معاهم؟ هل في اجتماعات دوريه بينهم وبين حضرتك؟ انا لسه واصل حالا من القاهره، وجينا من الطياره، حطينا الشنط في الاوتيل وجينا على الملعب نلحق المباراه. يعني ان شاء الله اللقاءات هتكون يعني بقى ابتداء من النهارده، ويا رب باذن الله يعني تكلل بالنجاح، لان الحقيقه احنا حتى حاسين باحساس اللعيبه ان هم يعني حاسين بالمسؤوليه. اكيد طبعا، اكيد طبعا، اللي هم على قد المسؤوليه، واحنا جايين علشان نبقى واقفين وراهم، واي احتياجات هم عايزينها هنتدفع لهم ان شاء الله. اكيد اكيد ان شاء الله. مهندس هشام نصر رئيس اتحاد كره اليد، شكرا جزيلا لحضرتك، الحمد لله على سلامتك وصولك الى الجابون.